أجمل تحية لجميع متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لموالد الأبراج ابتداء من يوم السبت المصادف 21 من شهر نوفمبر إلى الجمعة 27 من نفس الشهر. أعزائي، خلينا نستعرض الخارطة الفلكية بالأسبوع القادم. راح نشوف اقتران لثلاث كواكب عملاقة على درجة عالية. طبعا هذا الاقتران احنا قلنا سابقا بدأ في بداية السنة، كان على وتيرة عالية وبدأ يقل تدريجيا، والآن بدأ أيضا يرتفع تدريجيا ويكون على وتيرة عالية كلما اقتربنا من نهاية السنة. الأسبوع الماضي كان الاقتران على درجة أقل من الأسبوع الحالي، فبالتالي اقتران جوبيتر ساتورن وبلوتو في مجموعة الجدي الترابية في العشرية الثالثة على وتيرة عالية راح يكون هذا الأسبوع. طبعا الأسبوع اللي بعده راح تكون الوتيرة بعد أعلى. نضيف إلى ذلك تراجع لكوكب نبتون في العشرية الثانية، وهذه من الأمور المهمة جدا، أنه نبتون بمجموعة الحوت المائية في العشرية الثانية يتراجع من فترة زمنية طويلة، ويوم الجمعة يعني نهاية الأسبوع سيستقيم، وبالتالي راح تخف الضغوطات على مواليد برج الحوت، ونتوقع له يعني بالأسابيع القادمة ممكن أن يأخذ الصدارة. الكوكب المريخ ما زال في العشرية الثانية من مجموعة الحمل النارية مستقيما، وبالتالي مواليد برج الحمل ترتفع مؤشراتهم بشكل عام. كثير من من يسأل انه كوكب المريخ من الكواكب اللي نقدر نسميها كواكب متعبة بشكل عام، فلما تكون موجودة في مجموعة نجمية ممكن ان تؤثر سلبيا، لكن الحقيقة مع الحمل تنطي اكثر شد واكثر حماسة واكثر اندفاعية، لكن تستجيب إلى في النهاية. بمعنى انه اللي راح يبذل الحمل من مجهود او من اندفاعه ازيد من اللازم راح يحصل نتائجها بالنهايه، لانه المريخ هو اساسا كوكب الحمل، فينسجم مع مواليد برج الحمل، لانه المريخ الان في شرفه يعني في مجموعه الحمل الناريه، فبالتالي الحمل مرتفع ايضا في الايام القادمه. أورانوس ما زال متراجعا في العشرية الأولى من مجموعة الثور الترابية، وينطيهم إخفاقات كثيرة وتغيرات كثيرة إلى مواليد برج الثور. يعني أقدر أقول الثور لما تبقى من العام عنده تغيرات كثيرة، وهي تغيرات أكثر ما تكون يعني بين الوسط إلى السلبية. كوكب الزهرة ينتقل إلى مجموعة العقرب المائية، والانتقالة هذه راح تكون فجر الأحد، وبهذه الحالة راح يدخل مواليد برج الميزان بفترة خلو مسار راح تستمر إلى 3:11 من فجر الاثنين. طبعا أكثر المتأثرين هم مواليد العشرية الثالثة من الميزان. نضيف لذلك أيضا دخول أشعة الشمس إلى مجموعة القوس النارية أيضا يوم الأحد، فبالتالي راح يمر مواليد برج العقرب بفترة خلو مسار تستمر حتى 6:13 من فجر الاثنين. طبعا دخول أشعة الشمس إلى مجموعة القوس النارية هذا راح يعزز من الارتفاعات إلى مواليد الأبراج النارية الأخرى، يعني مثل الحمل والأسد. أيضا عطارد متواجد في العشرية الثانية من مجموعة العقرب المائية، وسينتقل إلى العشرية الثالثة يوم الثلاثاء. يعني نرجع من جديد، أهم الأحداث الفلكية هو دخول أشعة الشمس مجموعة القوس النارية يوم الأحد، مما يدخل العقرب أو مولد برج العقرب بفترة خلو مسار تستمر حتى 6:13 من فجر الاثنين. عندنا ظاهرة فلكية أخرى أيضا هو انتقال كوكب فينوس الزهرة إلى مجموعة العقرب المائية فجر الأحد، مما يدخل مواليد الميزان بفترة خلو مسار تستمر حتى 3:11 من فجر الاثنين. واقتران كواكب اقتران الكواكب العملاقة وعلى درجة أو وتيرة عالية بلوتو ساتورن وجوبيتر في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية.
حركة القمر راح تكون يوم السبت في مجموعة الدلو الهوائية، الأحد الاثنين الثلاثاء ينتقل القمر إلى مجموعة الحوت المائية، الأربعاء والخميس القمر في مجموعة الحمل النارية، وآخر يوم الجمعة ينتقل القمر إلى مجموعة الثور الترابية. نتوقع في الأسبوع القادم خبر لوفاة شخصية مهمة، وأيضا ممكن أن نشهد زلزال قوي. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع الحمل والجوزاء، والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع الميزان العقرب والجدي. الصدارة إلى موعد برج الحوت مع ارتفاع إلى كل من القوس الجوزاء والدلو، وانخفاض إلى أبراج السرطان الثور والجدي. في بداية الأسبوع تنخفض مؤشرات العذراء، وفي وسط الأسبوع تنخفض مؤشرات كل من برجي الميزان والعقرب، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات كل من برجي الحمل والأسد. الحمل يسعد بصحبة الأحبة ولو ثلاثة نجوم. الثور يتعرض لوشاية أو مساس بالسمعة وله نجمة واحدة. الجوزاء يستنشق الصعداء له ثلاثة نجوم. السرطان عليه الاهتمام بصحته وله نجمتين. الأسد لديه لقاء مميز وله أربعة نجوم. العذراء يشعر بالتوتر والتضايق وله نجمة واحدة. الميزان مبعثر الأفكار وله نجمة واحدة. العقرب تزداد إنفاقاته وله نجمة واحدة. القوس ينتظر مفاجأة وله أربعة نجوم. الجدي يختلف مع الأهل وله نجمتين. الدلو يحقق مكسب مالي وله أربعة نجوم. والحوت قمة في النشاط والحيوية وله خمسة نجوم. البقرة يحقق انتصار وله خمسة نجوم. الحية يوطد علاقته بالحبيب وله أربعة نجوم. العنزة يشعر بالملل والانزعاج وله نجمة واحدة. الكوبرا يسمع خبر سار له خمسة نجوم. السنجاب مفاجأة غير متوقعة وله نجمة واحدة. وأخيرا مولود برج شجرة البندق الدرويدي خطوة إلى الأمام وله ثلاثة نجوم. أفضل الأبراج البقرة الحوت والبقرة الدلو في العشرية الأولى، وأسوأ الأبراج العنزة الميزان. أرقام الحظ لأفضل شخصيتين في الأسبوع البقرة الحوت والبقرة الدلو في العشرية الأولى 2 6 9 14 23 و 24. أعزائي نستفيد من أرقام الحظ في أمور حياتية مختلفة كتحديد موعد لسفر أو لعملية جراحية أو للدخول في مسابقة تيا نصيب أو مضاربة بأسواق المال العالمية. ملك الأسبوع مولود الاثنين المصادف 23 من نوفمبر الحالي. لمعرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بإمكانكم الدخول على موقعي الرسمي paraskopa.de والمتواجد في صندوق المعلومات. أعزائي يريد الخارطة الشخصية 2021 بإمكانه مخاطبتي عن طريق الواتساب أو التليفون في الأوقات المحددة، وراح تكون جاهزة بعد استلام ثمنها بمدة بين 7 إلى 10 أيام. تحياتي وتقبل وفائق مودتي، وهذه أحلى وأنقى وأجمل باقة ورد.